صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين روحي الفداء وأقل الفداء يا قتيل العداء ومسلوب العمامة والرداء يا غريب يا مظلوم كربلاء السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا سيد الوصيين السلام عليك يا وصي رسول رب العالمين لبس الإسلام أبراد السوادي يوم أرد المرتضى سيف المراد ليلة ما أصبحت إلا وقد غلب الغي على أمر الرشاد والصلاح انخفضت أعلامه وغدا ترفع أعلام الفساد ما رعى الغادر شهر الله في حجة الله على كل العباد وببيت الله
قد جد له ساجدا ينشج من خوف المعادي. قتلوه وهو في محرابه طاوي الأحشاء من ماء وزاد إلا نزلت الكوفة يا علي قشرى علينا نطلب من الله تريد وجينا المدينة قشرى علينا نزلت الكوفة يا أبو حسين فالك عسفا للسلام يا ضي العين قالها الحسن يا اخت السلام للأبو منين ما تنظرين السيف شق غرة جبينه ما ظنتي حامل حمام من طبرتي قو هذا الطبيب يقول سيف الرجس مسمو قزار ابونا حسبته يوم بعد يوم لونه تغير وانتحل ما تنظرين قالت يا عقلين اطلب من الله السلامة ويقوم ابو الحسنين ويتمم صيامه ونعيد بزينة ولا نعيد يتامة قالها يا فكل العيد لا تتذكرين يا اختي يا زينب كان عيد تعيد الشام كان الخبر جاهم يصير ابرك الايام واحنا عقب يوم وليله ونصبح ايتام ما تنظرين السيف شق غرة جبين ولكن الامر والمرجع لله وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على ظالمي آل بيت محمد لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ذكر فضيلة لعلي بن أبي طالب عليه السلام كتب الله له 70,000 حسنة ومحى عنه 70,000 سيئة ورفع له 70,000 درجة. لقد حوت شخصية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الكثير من الفضائل التي نالها من الله سبحانه وتعالى، وكل ذلك إثر إخلاصه وتفانيه في الله سبحانه وتعالى. ومهما تحدث الإنسان عن هذه الشخصية وعرف ما عرف عن هذه الشخصية وقرأ ما قرأ عن شخصية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فإنه لن يصل إلى معرفة علي بن أبي طالب عليه السلام. وهذه تعد فضيلة من الفضائل جعلها الله سبحانه وتعالى في علي بن أبي طالب، ويتجسد هذا الكلام ويتمثل هذا المعنى في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخاطب أمير المؤمنين عليه السلام: يا علي لا يعرفك إلا الله وأنا. يعني بمعنى أن معرفة أمير المؤمنين عليه السلام انحصرت في اثنين: في الله تعالى وفي رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وتكلم الكثير عن هذه الشخصية وعن فضل هذه الشخصية وعن وصف هذه الشخصية، ومن ضمن الأقاويل التي قيلت في شخصية أمير المؤمنين عليه السلام ما قاله آية الله الشيخ الوحيد الخراساني في بعض خطبه وهو يصف أمير المؤمنين عليه السلام، يقول: إن فهم شخصية علي بن أبي طالب عليه السلام يتوقف على فهم 1,000 نبي من أنبياء الله تعالى، ومن هؤلاء الأنبياء هم آدم، إبراهيم، نوح، عيسى، موسى، أيوب، وبقية أولي العزم. ثم يقول: ما تقول في شخصية قد اجتمع فيها عطر 1,000 نبي من الأنبياء؟ ماذا تكون درجة هذه الشخصية؟ ثم يأتي بهذا الحديث الذي جاء نصاً عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يذكر فضلاً من فضائل أمير المؤمنين عليه السلام، يقول: من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه، وإلى نوح في فهمه، وإلى إبراهيم في خلته، وإلى موسى في مناجاته، وإلى عيسى في سياحته، وإلى أيوب في صبره، فلينظر إلى هذا
وأشار إلى أمير المؤمنين عليه السلام، ثم قال صلى الله عليه وآله: فلينظر إلى هذا الذي كالشمس والقمر الساري والكوكب الدري، أشجع الناس قلبا وأسخاهم كفا، فعلى مبغضيه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ثم يقول الشيخ الوحيد بعد هذا الحديث: إنما قد قيل عن علي وكتب عن علي، وما سيقال عن علي وما سيكتب عن علي عليه السلام لا يساوي إلا جناح بعوض أمام ذروة شخصية ربانية شامخة، علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. هذه فضيلة من فضائل أمير المؤمنين عليه السلام، بأن هذه الشخصية لا تعرف إلا بعد معرفة أنبياء الله سبحانه وتعالى، لأن أمير المؤمنين قد حوى على صفاتهم، وقد حوى على أخلاقهم، وقد حوى على منطقهم، وقد حوى على علومهم، وقد حوى على قربهم لله سبحانه وتعالى. فضيلة أخرى لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: كان صعصعة بن صوحان جالسا مع أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فسأل صعصعة أمير المؤمنين، يقول له: يا علي، من هو أفضل، أنت أم آدم؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام: يا صعصعة، تزكية المرء نفسه قبيح، ولكن لولا قول الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، ما أجبت. يا صعصعة، أنا أفضل من آدم. لماذا يا علي؟ قال: لأن الله تعالى حلل لآدم جميع الطيبات في الجنة، وحرم عليه أكل الحنطة، إلا أن آدم عليه السلام أكل من الحنطة فعصى ربه. وأما أنا فلم يمنعني ربي من الطيبات، ولم يحرمني عن الحنطة، ولكنني امتنعت عنها رغبة وطوعا، فأصبح أمير المؤمنين أفضل من آدم عليه السلام. فقال صعصعة: يا علي، من هو أفضل، أنت أم نوح؟ فقال: يا صعصعة، أنا أفضل من نوح. فقال له: لماذا؟ قال: لقد عاش ما عاش نوح، عاش ما عاش مع قومه، ولبث معهم سنوات طوال، ولكنه عندما رأى منهم العناد لم يصبر على عنادهم، فقال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، أي بمعنى دعا على قومه ولم يصبر على أذاهم. وأما أنا فبعد أن رحل عني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عانيت ما عانيت من القوم من البلاء ومن المصاب، ولكني مهما كان ذلك لم أدعو على القوم، فأصبحت أفضل من نوح. يا علي، من هو أفضل، أنت أم إبراهيم؟ فقال: أنا أفضل من إبراهيم. لماذا يا علي؟ قال إبراهيم عليه السلام: رب أرني كيف تحيي الموتى. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. أما أنا فقلت: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. يا علي، من هو أفضل،
أنت أم موسى؟ قال أنا أفضل من موسى، ولم يا علي؟ قال لأن الله تعالى عندما أرسل موسى إلى فرعون ليبلغه رسالته قال فرعون ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأما أنا عندما أرسلني رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المشركين كي أبلغهم سورة براءة وقد قتلت من رجالهم الكثير ومن أعيانهم الكثير فلم أكترث وذهبت وحدي لا خائفا ولا وجلا ووقفت أمامهم وحدي ورفعت صوتي وقرأت بعض آيات سورة براءة أمامهم فأصبحت أفضل من موسى. يا علي من هو أفضل، أنت أم عيسى؟ فقال أنا أفضل من عيسى. لماذا يا علي؟ فقال عندما جاء المخاض لمريم بنت عمران وكانت في البيت المقدس جاءها النداء يا مريم اخرجي من البيت لأن هذا البيت محل عبادة وليس محل ولادة، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. وأما أمي بنت أسد فعندما جاءت ولادتي ذهبت إلى بيت الله الحرام ووقفت أمام الكعبة ورفعت يديها إلى الله عز وجل تطلب منه أن ييسر عليها تلك الولادة، فانشق لها البيت الحرام ودخلت داخل الكعبة وولدتني في الكعبة فأصبحت أفضل من عيسى. صلوا على محمد وآله. هكذا هي شخصية علي بن أبي طالب عليه السلام، هذه هي الشخصية التي فضلت على سائر الأنبياء والتي تلي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله علما وخلقا وأدبا. صلوات الله وسلامه عليك يا أبا الحسن. بل أشد من ذلك، ماذا تقول في شخصية يشهد لها الأعداء في الفضل والفضيلة؟ وأعطيك هذه الرواية في يوم من الأيام وأختصر هذا المجلس. في يوم من الأيام مر عمر على حذيفة بن اليمان، فقال عمر لحذيفة: يا حذيفة كيف أصبحت؟ فقال حذيفة لعمر: أصبحت أكره الحق وأحب الفتنة وأشهد بما لم أره وأحفظ بما لم يخلق، ولي في الأرض ما ليس عند الله في السماء وأصلي بلا وضوء. يعني هذا عين الشرك وعين الكفر. بعد عمر شخص يعني يحب دينه ويحب الإسلام، بعد غضب على حذيفة بن اليمان على هذا الكلام، شخص يكره الحق ويحب الفتنة وهذا أمر يعني خارج عن الإسلام ولا يعطي من الإسلام أي خلقا وأخلاقا. فمشى عمر وكان ينوي أن يؤذي يوما من الأيام حذيفة بن اليمان على ما قاله وعلى هذا الكلام الذي سمعه منه. وهو في طريقه مر على علي بن أبي طالب، مر على سيد البلغاء، عرف أن هذا الرجل حلال المشاكل، هذا الذي سيحل القضية، هذا هو المفتاح. أمير المؤمنين نظر إلى عمر غير عادته، كل يوم يمر يعني وجهه أوكي، اليوم يشوفه غضبان: ما لي أراك غاضبا يا عمر؟ فقال عمر: يا علي، مررت في هذا اليوم على حذيفة بن اليمان فقلت له: كيف أصبحت؟ فقال لي: أصبحت أكره الحق وأحب الفتنة ولي في الأرض ما ليس لله في السماء وأشهد بما لم أرى وأحفظ بما لم يخلق وأصلي بلا وضوء وإلى آخره. فماذا تقول يا علي في هذا الكلام؟
فقال أمير المؤمنين عليه السلام: يا عمر، صدق حذيفة بن اليمان، أما قوله فإنه يكره الحاق، أي بأنه يكره الموت، ومن فينا يحب الموت؟ والموت حق، كلامه صحيح. وأما قوله يحب الفتنة، فهو يحب الأولاد ويحب الأموال، وهذا في قوله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وأما قوله يشهد بما لم يره، فهو يشهد بوحدانية الله سبحانه وتعالى، أي يشهد بأن لا إله إلا الله وهو لم ير الله سبحانه وتعالى، وأنه يحفظ ما لم يخلق، أي بمعنى القرآن، وأنه لديه في الأرض ما ليس لله في السماء، أي زوجة. الله بعد عنده زوجة، فحذيفة عنده زوجة، الله ما عنده زوجة، لم يلد، لم يولد. بعد: وأما قوله فإنه يصلي بلا وضوء، فالصلاة على محمد وآل محمد جائزة حتى من غير وضوء. صلوا على محمد. ثانيا: يرحمكم فكان هذا هو مفتاح حل هذه المسألة، وإذا بهذا يقول: كاد أن يهلك ابن الخطاب لولا علي بن أبي طالب عليه السلام. أولا تعد هذه فضيلة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه؟ لكن العجيب، كل العجيب، لماذا البعض يعادي أمير المؤمنين عليه السلام؟ لماذا يثقل صدره عندما يسمع كلمة يا علي؟ لماذا يجوز قتلك عندما تقول يا علي؟ وهم يعلمون بأن أمير المؤمنين هو من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أو نسيتم ما قاله رسول الله؟ أو نسيتم تلك الوصايا التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله في كل موقف، في كل مجلس، في كل حرب خاضها مع أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه؟ وكان رسول الله دائما وأبدا يقدم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه على أن هذه إشارة وقرين أن عليا عليه السلام هو من بعدي. أنسيتم كلام رسول الله في يوم الغدير: هذا علي بن أبي طالب عليه السلام هو الخليفة من بعدي، اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. ثم قام له ذلك الإثنى وقال له: بخنبخ لك يا علي. أو نسيتم ذلك الموقف؟ أم نسيتم أن رسول الله كان يقول في علي: علي مع الحق والحق مع علي، علي مع الناس كقل هو الله أحد في القرآن، علي علي علي. وبالتالي تعادون عليا لماذا؟ لماذا تبقى هذه العداوة وهذا البغضاء حتى اخترتم أن تقتلوا عليا عليه السلام في أفضل الشهور وفي بيت الله تعالى وهو حجة الله تعالى، وإذا بجبرائيل عليه السلام ينعى أمير المؤمنين: تهدمت والله أركان الهدى وانفصمت والله العروة الوثقى، قتل علي المرتضى قتله أشقل أشقياء. ولا تعد هذه فضيلة لأمير المؤمنين على أنه يقتل في أفضل موضع من مواضع الصلاة، وهو أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجدا لله سبحانه وتعالى. لكن ما حال زينب عليها السلام أم المصائب في هذه الأيام؟ كأني بها جالسة
والدموع تجري على خديها، وكأني بها في كل مرة تقف أمام دار أمير المؤمنين عليه السلام، وتتذكر تلك الكلمات، وتتذكر تلك الابتسامة، بل تتذكر تلك الصلاة الخاشعة، وتسمع بكاء أمير المؤمنين عليه السلام في كل يوم. لكن زينب عليها السلام في هذه الأيام ترى هذه الدار خالية بدون أهلها وبدون صاحبها أمير المؤمنين، وكأني بلسان حالها وهي تنادي العيد مجبل والحزن زايد علي وعاين الدار المرتضى منها خلية. محلى الأبو في العيد لا جمع أولاده ويلبسهم الزنا على جاري العادة ويرفرف عليهم بالهنا طير السعادة الطيب وتصير عيشتهم هنية. واحنا أبونا قبل عيد بتسعة أيام سافر وخلانا وصرنا بعد هيتا وراحت أفراحنا وصار العيد في الشام باكر الناس معيدة واحنا بعزية والله لقضي العيد كل انياح وصياح لحد سلين من هليل كوفة بالأفراح عندي مصيبة يا خلوق عن الفرح راح كلكم ما تدرون بمصابي يا مسلمي ولا لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. يا الله يا الله يا الله يا